مهندس شريف المنشد، مدير عام شركة هاي تك للبذور العالمية. من فضلك عاوز أقول للمزارع إزاي يكشف شكارة بذور أو تقاوي الذرة المغشوشة في السوق. طبعا كلنا عارفين إن كل المنتجات الجيدة بتغش. الفكرة إن إحنا ما سبناش المزارع منه بالغشاشين، لا، إحنا حاولنا نعمل حاجات كتيرة نحمي بيها المزارع ان هو يقع في براثن الغش دي ويشتري تقاوي مش سليمه، وبالذات تكون نتائجه سيئه لان تكاليف العمليه الزراعيه غاليه جدا وكلنا عارفين الكلام ده. عملنا له كذا خط دفاع، الاولاني على الشكاره من بره في حاجه اسمها ماجيك ستيكر حوالي 5 سم. الستيكر السحري يعني. الستيكر السحري ده من غير اي تكاليف خالص، حضرتك هتاخد العبوه من عند التاجر اللي بيبيعها تطلع بيها في الشمس، هيظهر لك اسم الهجين اللي انت بتشتريه مع اللوجو العلامه بتاعت الشركه، هيظهروا لك في الشمس، ولو دخلت بيهم الطل تاني هيختفي. اصبح ان لو كررنا الحكايه دي 100 مره هيظهر ويختفي، يظهر ويختفي، مش هيبطل يعني. ويظهر ظهور قوي. يظهر ظهور ساطع. واضح. ظهور واضح وضوح الشمس. ظهور واضح. انما المغشوش بقى. في بعض الغشاشين ما بيحطوش الستيكر ده خالص، واللي بيحطه ممسوخ، ما هو لا هو ظاهر ولا هو مش ظاهر. انما حضرتك لما تطلع بيها الشمس هيسطع في وشك، هيسطع اللوجو بتاع الشركه ورقم الهجين اللي انت بتزرعه. ده الخط الدفاع الاول. وده لا يمكن بعد لسه 10 سنين كمان على بال ما يوصلوا التكنولوجيا اللي هم يقدروا يعملوا بيها حاجه تقلل الكلام ده، هنكون احنا عملنا حاجات تانية تحميك اكتر يا مزارع. الخط الدفاع التاني اللي جوه حاطين اللون بتاعنا المستخدم في حاجه اسمها نوعيه الوان خاصه، مش هقول اسمها ايه، بس هي بتستخدم على المنتجات الغذائيه، وبتبقى اللون ده مستك او لازق في الحبايه ما بيطلعش منها. المزارع زمان كان يمسك التقاوي في ايده تطلع اللون احمر اخضر يطلع في ايده، دلوقتي ما بقتش تطلع اللون خالص في التقاوي، يعني اللون الاصلي ما يطلعش في اليد. مش بنحافظ. طب لو اتنقع في الميه ما. ولا لو اتنقع في الميه 24 ساعه هيطلع، لان احنا عاملينه كده عشان يتم يحافظ الماده المبيد الفطري اللي محطوط على البذره يتنوا معاها لغايه ضمان الانبات ويكون المبيد الفطري معاها. تاني ميزه ان هو بيبقى ضمانه لعدم الغش، اللي هو ما يبقاش مغشوش، لو التقاوي لقيتها بتاعت فايتك لونها بيطلع في ايدك اعرف ان دي مغشوشه وترجع على اللي اشتريت منه فورا. عملنا برضو حاجه السنه دي حديثه اللي حاجه اسمها الكيو ار كود، بس دي هتحتاج ابلكيشن موبايل وحاجات من دي، فاحنا مش بنتكلم عليها للمزارع البسيط، مش بنقول له اكتر من ان هو ياخد باله من الماجيك ستيكر اللي بره اللي هو اللزقه السحريه اللي بره بتظهر بتختفي مع الشمس، وبنقول له خد بالك ان اللون اللي ما بيطلعش في ايدك يبقى كده التقاوي سليم. هم دول اهم حاجتين. الحاجات اللي بره اللي هي السيريال كود والكيو ار كود والحاجات دي عاوزه موبايل عليه البرنامج ابلكيشن عشان تستخدمه. طيب ايه الجديد عندكم السنه دي في هايتك؟ بالنسبه لكل سنه في هايتك عندها جديد والحمد لله. في بالنسبه لاصناف الذره الابيض مش جديد قوي، 2036 وزايد السنه دي ان شاء الله كمياته، من الطلب عليه عالي فزودنا شويه كمياته ان شاء الله، متاح ومتوفر للناس كلها. ده للارض السوداء ولا الارض السوداء؟ اغلب الابيض بيبقى في الارض السوداء. بالنسبه للاصفر عندنا ال 2088 برضه بقاله سنتين، وفي الحديث 2090 ده لسه احدث حاجه لسه في يعني تسجل بس في التجارب الحاليه دي بتستريتش على مستوى الجمهوريه كلها. في بالنسبه للذره الرفيعه فيها جين مصري 100% هجين ذره رفيعه اسمه احمس، ده هجين برضه ناتج من مركز البحوث بتاعنا بتاع الشركه. بالنسبة للخضار في الخيار جديد، في أصناف أرضي برضه خيار جديدة، في سويت كورن، في كوليكشن، في حاجات كتيرة إن شاء الله. هايتك دايما ما بتوقفش بحث، هايتك دايما بتشتغل على إن يبقى عندها دايما الجديد في كل المجالات. أشكرك يا باشمهندس.